أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من ياهلا 2030. كيف سيكون دور التجارة وأهم ملامحها في العشر أعوام القادمة؟ ما هي أهم الأنظمة والإجراءات المتخذة في تطوير البيئة التجارية المحلية؟ ما أهمية التجارة بالنسبة للمواطن والمقيم؟ وكيف يسهم كلاهما في نمو هذه البيئة وتطورها؟ كيف يمكن أن يكون للموقع الجغرافي للمملكة نقطة جذب للتجارة؟ وكيف يمكن أن تساعد البيئة التجارية السعودية في رفع مساهمة القطاع الخاص وجعله في مقدمة الاقتصاديات العالمية في عام 2030؟ كل هذه الأسئلة وأكثر نبحث عن إجاباتها هذه الليلة في ياهلا 2030. تطوير الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إنفاذ حقوق المستهلك، إنشاء المركز الوطني لتعزيز التنافسية، توطين صناعة التحكم المؤسسي في المملكة، حماية المنتجات المحلية من الممارسات الغير عادلة، وتمكين النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ممكنة تطبيق نظام الإفلاس، تطوير منظومة اللجان شبه القضائية ولجان الأوراق التجارية، إطلاق برنامج سلامة المنتجات، برنامج لتطوير التجارة الإلكترونية، تطوير ونشر ثقافة فكر العمل الحر ومبادئ ريادة الأعمال، إنشاء ودعم مسرعات وحاضنات الأعمال ومجمعات ريادة الأعمال، تطوير الحلول التمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال كامل مساراتها، تحفيز الابتكار وتحويل الاختراعات إلى منشآت ناشئة، تأسيس ضمان التمويل لقطاع السياحة برنامج كفالة، تطبيق الحلول التقنية في متاجر التجزئة، التحول من لجنة المساهمة العقارية إلى مركز الإسناد والتصفية، استراتيجية التعاملات الإلكترونية لوزارة التجارة والاستثمار، مبادرة إزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، معالجة التستر التجاري، بناء وتفعيل برنامج استثمر في السعودية. حياكم الله، أنا جمال معيقل، أحييكم ورحب بكم في حلقة جديدة من ياهلا 2030. ملفنا لهذه الليلة عن وزارة التجارة والاستثمار وعن مبادراتها، ماذا تحقق حتى الآن؟ نتحدث عن مبادرات وزارة التجارة والاستثمار، وضيفي في الاستوديو قائد مكتب تحقيق الرؤية في منظومة التجارة والاستثمار الأستاذ هشام الحسون. أهلا بك أستاذ هشام، شكرا لتلبية الدعوة وشهر مبارك. حياك الله أخي جمال، بداية أرحب فيك ورحب بالمشاهدات والمشاهدين على قناة روتانا الخليجية في برنامج ياهلا 2030. أنا سعيد بالتواجد معكم وشهر مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. الله يحييك أستاذ هشام. اليوم منظومة التجارة والاستثمار مهمة جدا، يعني ولها أبعاد كثيرة تنعكس سواء على المواطنين وحتى على الاقتصاد. اليوم وزارة التجارة والاستثمار أو المنظومة بشكل عام قدمت الكثير من المبادرات خلال السنتين الماضية ومنذ إطلاق الرؤية حتى الآن. ما الذي قدمت وزارة التجارة والاستثمار أو ما الذي حققت حتى الآن؟ طيب أنا بصراحة قبل ما أبدأ بس في موضوع ماذا قدمت منظومة التجارة والاستثمار، أحب أول شيء أعرف في منظومة التجارة والاستثمار، وهذا يمكن من أبرز إيجابيات رؤية 2030 أنه العمل كمنظومة متكاملة. يعني حاليا منظومة التجارة والاستثمار تقع تحتها ثمان جهات. أولا نتكلم عن وزارة التجارة والاستثمار كجهة تعتبر من الجهات الرئيسية، أيضا لدينا الهيئة المواصفات والمقاييس، الهيئة السعودية للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وهيئة المنشآت، وعندنا برضو هيئة المقيمين المعتمدين وهيئة المحاسبين القانونيين، والهيئة الوليدة اللي هي تعتبر من أبرز إنجازات الفترة الماضية اللي بناء على سؤالك اللي هي الهيئة السعودية للملكية الفكرية. فنتكلم عن ثمان جهات تمثل هذه الجهات منظومة التجارة والاستثمار.
جيد. بالنسبة للأبرز المنجزات، أنا يمكن بس عشان أوضح للمشاهدين على هالجزئية الأبرز الإنجازات، طبعا أنتم عارفين أن رؤية 2030 فيها 96 هدف استراتيجي، وهذا اللي تركز عليه الرؤية. ولو تلاحظ ال 96 هدف استراتيجي هذه موزعة على جميع البرامج وعلى الجهات. حاليا منظومة التجارة والاستثمار لديها 4 أهداف استراتيجية. أنا بحاول أسرد المنجزات أو اللي صار خلال الفترة الماضية من خلال هذه الأهداف الاستراتيجية. عندنا أول شيء الهدف الاستراتيجي اللي هو تسهيل ممارسة الأعمال. تسهيل ممارسة الأعمال طبعا شيء مهم حتى سواء للاستثمار أو حتى للتجارة المحلية. يعتبر تسهيل ممارسة الأعمال من الأشياء الضرورية، من الأشياء اللي صارت مثلا مراكز الخدمة الشاملة أو ما نسميها ميراس. طبعا ميراس فيها منجزات خلال الفترة الماضية، يمكن سمعتوا فيها أبرز شيء صار يعني خلال الفترة الماضية. كان عندنا طبعا ميراس مكونة من خلنا نقول مكاتب موجودة فيزيكال أو موجودة على مستوى حاليا الرياض والدمام، تم افتتاحه قريبا، وقريبا إن شاء الله بيتوسع الموضوع، بيوصل إن شاء الله في مكة وباقي المناطق إن شاء الله وجدة. والشيء الثاني برضو تطبيق ميراس الذي يطلق حديثا في منتدى مكة. طبعا مبادرة الخدمة الشاملة هذه هي مفهوم جديد، أنك أنت تجي مثلا عند الموظف والموظف اللي موجود وتطلب منه الخدمات اللي تبغاها على أساس تأسيس نشاطك التجاري. حتلاقي كل الأنشطة التجارية موجودة حاليا، في أكثر من 70 خدمة إلكترونية أو 70 خدمة تقدم من خلال ميراس. أيضا في جانب إلكتروني موجود برضو نظام أو بواء منصة إلكترونية نقدر ندخلها ونشوف برضو الخدمات الإلكترونية. أطلق حديثا أيضا تطبيق الجوال الخاص بميراس، وهذا برضو بيساعد لأنه عارفين أنه إحنا مثلا رواد الأعمال وأصحاب المنشآت بعضهم يعني يحتاج يعني التحول رقمي، وخدمة إلكترونية تساعده أو تسهل عليه الوصول للخدمات بدل ما أنه يحضر شخصيا. أيضا لدينا مراكز الأعمال الخاصة في سواء في وزارة التجارة وهيئة الاستثمار، هذه كلها برضو تقدم خدمات التراخيص وغيرها. حاليا مثلا مراكز الأعمال موجود في الرياض وموجود في جدة، وقريبا إن شاء الله بيكون في مناطق أخرى. طبعا من أبرز الأشياء اللي حابة أتكلم عنها برضو من ضمن المنجزات اللي هي لجنة تيسير أو لجنة تسهيل بيئة الأعمال، وهذا الصراحة يعني لجنة نفتخر فيها جميعا، مو فقط لمنظومة التجارة والاستثمار، هنتكلم على مستوى الوطن بصراحة، لأنها تضم أكثر من 35 جهة حكومية. ال35 جهة حكومية هذه تساعد يعني تجتمع بشكل أسبوعي وتساعد في حل المعوقات. لديها أكثر من 225 معوق أو تحدي ومبادرات تساهم في حلها اللجنة هذه، تجتمع بشكل أسبوعي برئاسة معالي الوزير. يتم فيها طرح المشاكل اللي تواجه القطاع الخاص، وظهر من اللجنة هذه ظهر مبادرات أو منتجات من ضمنها ميراس طبعا، ومن ضمنها مثلا الذي يطلق من قريبا اللي هو فسح الجمارك. يعني التخليص الجمركي كان يستغرق 14 يوم، صار الآن 24 ساعة. التأشيرات التجارية أيضا كانت تستغرق 15 يوم، صارت 24 ساعة. بدء النشاط التجاري كان يستغرق 17 يوم، الآن يستغرق يوم واحد. وهذا كله طبعا نتيجة عمل لجنة تيسير اللي تجتمع بشكل أسبوعي، يحضرها بعض الأحيان حتى رجال أعمال يتم دعوتهم، موجود فيها مجلس الغرف التجارية. ومن ضمن منتجاتها يمكن اللي نشوفها على الشاشة اللي هي حملة ما يحتاج، كلها كانت تأسيس العمل التجاري وأسس شركتك، كل هذه تعتبر نتاج من لجنة تيسير اللي هي تحسين بيئة الأعمال. أنا بس ما ودي يعني أنا بس بمشي بشكل سريع، أنا ودي نوقف عليها لأنه ما شاء الله كم المعلومات اللي قلتها ضخم يعني، لكن عشان بس نوضح للناس أستاذ طارق اليوم وش اللي قاعدة تسويه أو سوته وأنجزته اليوم منظومة التجارة والاستثمار. ذكرت لي بإجابتك أنه هذا الهدف اليوم لجنة تيسير أو حتى من خلال ميراس اللي هي تسهيل التجارة والممارسة التجارة،
هل هذا راح ينعكس اليوم علينا؟ يعني اليوم احنا احد مستهدفات الرؤية ومرتكزاتها اننا احنا يكون عندنا اقتصاد حيوي. صحيح. اليوم مبادرات منظومة التجارة كيف راح تنعكس على المرتكزات الأساسية للرؤية؟ هل راح ترفع تصنيفي مثلا للمملكة؟ طيب إذا رفعت التصنيف اليوم إيش الانعكاس اللي راح يكون علي أنا اليوم صحيح. كمنظومة تجارية؟ صحيح. عودا على يعني سؤالك، فيه يعني مثلا لجنة تيسير من ضمن مهامها برضو رفع المؤشرات الدولية الخاصة في المملكة، من ضمنها مؤشر أو تقرير التنافسية الدولي. زين، هذا عشان يرفع تنافسيتك بين دول العالم على أساس أنه كيف بيئة الأعمال هذه بتساعدنا، على أساس أنه سهولة البدء في العمل، لأن تعرف المستثمر في النهاية أو يقال يعني أن بيئة أو الاستثمار سواء الأجنبي أو المحلي هو ردة فعل لبيئة تحسين الأعمال. صح. يعني المستثمر ما راح يجي إلا في بيئة أعمال سهلة تساعده في بدء نشاطه التجاري. طبعا هذا بالنسبة للتقرير التنافسي بيساعد في رفع ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية أو تقرير التنافسية العالمي. أيضا في اللي يصدر التقرير البنك الدولي اللي هو تحسين بيئة الأعمال يساعد في رفع مؤشر المملكة في سهولة أو easing of doing business أو سهولة البدء في الأعمال. هذه كلها برضو تساعد المستثمر. المستثمر لما يجي يستثمر في أي دولة يشوف المؤشرات هذه اللي تساعده على عملية الاستثمار. فتحسين بيئة الأعمال يعتبر حاجة أساسية وضرورية على أساس جذب الاستثمارات. هذا برضو من ضمن الأهداف اللي أهداف الرؤية اللي نسعى لها، اللي من ضمن 96 عندنا هدف جذب الاستثمارات. جذب الاستثمارات هذه ما راح يصير إلا إذا في عندك بيئة أعمال تساعد على الجاذبة. طبعا يعني التراخيص الاستثمارية مثلا كانت تأخذ 4 ساعات، الآن تأخذ كانت تأخذ 53 ساعة صارت تأخذ 4 ساعات. تجديد الترخيص الاستثماري صار يتم أونلاين مباشرة، تجديد التراخيص الاستثمارية. ارتفعت يعني عدد التراخيص الاستثمارية في الربع الأول من 2018. تراخيص الاستثمار؟ تراخيص الاستثمار الأجنبي ارتفعت في الربع الأول من 2018 بنسبة 130%. الآن وصلت يعني عندنا 157 ترخيص استثماري في الربع الأول من 2018. يحضرك الرقم الكلي للرخص اللي موجودة قائمة الآن؟ والله حاليا اللي كان في الربع الأول من 2017 تقريبا 67 يعني ترخيص، والآن تقريبا يعني ما متأكد من الرقم بشكل دقيق، ولكن الآن 157 خلال الربع الأول. أبرز القطاعات اللي اليوم موجودة ونجحت وزارة أو منظومة التجارة والاستثمار في أنها تستقطب مستثمرين أجانب للدخول فيها، وش أبرز القطاعات اللي هو زي ما قلنا هي تعتمد على تحسين بيئة الأعمال. متى ما حسنت يعني مجال معين حيجيك الاستثمار أكثر شيء في هذا المجال. يعني مثلا قطاع الخدمات غالبا هو الأكثر طلبا، قطاع التقنية المعلومات أيضا من القطاعات اللي صار فيها زيادة خلال الفترة اللي راحت. يمكن شفنا مثلا من ضمن مبادرات، وهذا كله ترى يعني أنا بس أتكلم هذا على كله على منظومة التجارة والاستثمار، أنا فقط يعني على ما قال قاعد أتحدث عن منجزات الزملاء اللي موجودين في منظومة التجارة والاستثمار. مثلا عمل الهيئة العامة للاستثمار هو جذب الاستثمارات. نعم. من ضمنها مثلا مبادرة استثمر في السعودية واللي صارت في 8 دول تقريبا خلال زيارة سمو ولي العهد. صار فيه مواكبة للزيارة هذه. نعم. وصار في عرض لمبادرة استثمر في السعودية لجذب المستثمرين. شكل حتى الآن معاكم ما رح نخلص، احنا نبي ننتقل للجزء الثاني اللي هو حتى 2020. اسمح لي ننتقل للفاصل. تفضل. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود للحديث عن منظومة التجارة والاستثمار وماذا سنشاهد في مبادرات هذه المنظومة عند العام 2020. أهلا بكم مجددا، مواصلين حديثنا عن مبادرات منظومة التجارة والاستثمار حتى 2020. يا
ينضم معي للنقاش هذا الموضوع وإبراز هذه المبادرات قائد مكتب تحقيق الرؤية في منظومة التجارة والاستثمار الأستاذ هشام الحسون. أهلا بك مجددا. حياك جمال. اليوم احنا نتكلم عن مبادرة، تكلمت قبل شوية عن عملية تسهيل بدء العمل التجاري، جذب الاستثمارات الأجنبية، تحسين البيئة التجارية والاستثمارية أيضا مع عدد من الجهات من خلال لجنة التيسير. أنا سؤالي اللي ودي أنتقل معك فيه يتعلق ب2020. كان لكم مبادرات أستاذ هشام تتحدث عن تطوير ورفع مستوى المتاجر المحلية ونقلها للأسواق العالمية، هذا صراحة هدف مبادرة طموحة جدا. هل سيأتي الوقت اللي نشاهد فيه علامة تجارية سعودية اليوم في الأسواق الخارجية؟ كيف ومتى وماذا ستقدمون لهم؟ طيب سؤال جميل. هو طبعا للتركيز أكثر، المبادرة هي هذه هي مبادرة الامتياز التجاري أو فرانشايزنج خلينا نسميها. طبعا مبادرة الامتياز التجاري هي زي ما ذكرت في علامات ناجحة الآن بالسعودية وفعلا موجودة الآن على يعني على مستوى معرفته على مستوى المنطقة يعني، ومطلوبة حتى عالميا. كان الفترة اللي راحت اللي عيقنا أكثر شيء اللي هو شو اسمه الأنظمة واللوائح اللي تضمن فعلا حقوق صاحب الامتياز التجاري. طبعا احنا نتكلم على ناحيتين، يا شاب سعودي مثلا عنده امتياز تجاري معين، يعني مثلا كافي معين طلع خلنا نقول براند معين وصار مشهور والقهوة حقته مثلا مميزة، فجاء أحد مثلا من برا وحب أنه يشتري أو ياخذ الامتياز هذا. وفيه العكس، إذا فيه مثلا براند موجود عالميا وحاب أنه يجي يسويه في السعودية مثلا، براند معين مشهور موجود طبعا الآن، بس يمكن المشكلة اللي كانت تواجه اللي هي البيئة التشريعية والتنظيمية. طبعا الآن احنا نعمل على نظام الامتياز التجاري، أطلقت يمكن هيئة المنشآت من ضمن الجهات اللي ضمن المنظومة طبعا أطلقت برضو مبادرة الامتياز التجاري اللي تستهدف رواد الأعمال، وأنه كيف يكون عنده منتج قابل أنه يسوق عالميا. طبعا الآن المبادرة تعتبر في البدايات، تعتبر يعني في مرحلة خلينا نقول التنفيذ حاليا. بعد فترة إن شاء الله بيكون لها يعني بتكون إن شاء الله في ماركات سعودية موجودة عالميا، وهذا اللي نسعى له. وزي ما قلت لك في ماركات الريدي موجودة الآن، بس يمكن تفتقد الانتشار حقها ضعيف. ضعيف ويمكن حتى بعض الأحيان الوعي من الشباب اللي يحتاجون مثلا أنهم يعرفون مثلا كيف هو مثلا يسوق البراند حقته أو المنتج حقته أو العلامة حقته عالميا. طبعا أنا ودي بس على هالموضوع ذا أنا ودي ما أنسى موضوع البنية التشريعية والتنظيمية الخاصة في بيئة التجارة، هذا من باب تحسين بيئة الأعمال. زي ما أنتم عارفين أطلق نظام الإفلاس، أطلق نظام الرهن التجاري واللائحة التنفيذية، أيضا أطلق تعديلات على نظام السجل التجاري والشركات. إيه صحيح، وأطلق برضو لائحة أطلقت بالربع الأول من صحيح السنة. صحيح يعني هذا عمل جبار صراحة. صحيح هذا تطلق كل هالأنظمة هذه صحيح من ضمن رؤية 2030، ويمكن معروف يعني التجارة دائما من أكثر الجهات اللي عندها أنظمة من باب يعني ضبط وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية. هذه من ضمن الأشياء اللي أطلقت حديثا. الزملاء طبعا في وكالة الشؤون الفنية برضو ما قصروا، في في وزارة التجارة أطلقوا الأنظمة هذه، وأيضا هيئة المنشآت أطلقت لائحة شو اسمه تنظيم حاضنات الأعمال، هذه برضو من ضمن الأشياء. صار في تعديل على نظام السجل التجاري وأصدر نظام لمزاولة المهنة الهندسية. كل هذه الأنظمة طبعا ومن ضمنها الامتياز التجاري اللي إن شاء الله قريبا بيكون يرى النور. احنا ترى نشوف الامتياز التجاري، يعني احنا نتكلم عن مبادرة اليوم تقودها منظومة التجارة والاستثمار، متى نتوقع ان نشوف هذه المبادرة على ارض الواقع؟ طبعا المبادرة اطلقت من هيئة المنشآت كمبادرة، وانه يبي يكون في في ورش عمل طبعا مع اصحاب الامتياز التجاري لمعرفة ارائهم، هذا من الجانب خلينا نقول الجانب الفني. في من الجانب التشريعي الآن النظام إن شاء الله خلال
الفترة القريبة إن شاء الله بيرفع للجهات العليا على أساس دراسة النظام هذا، وبعد كذا بيتم إقراره مثل ما أقر إن شاء الله نظام الإفلاس والرهن بيكون إن شاء الله بشكل قريب إن شاء الله. طيب حتى 2020 لديكم أستاذ هشام مبادرة تتحدث عن تأهيل المواطنين والمواطنات للعمل في التجزئة والوظائف الإدارية فيها. بداية احنا نعرف انه في مساهمة دائما تكون في بعض المبادرات بين الجهات وبعضها البعض، نتكلم عن الجهات الحكومية برضو بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ايضا في بعض المبادرات الاخرى كلجنة التيسير، لكن في هذه المبادرة هل لديكم تنسيق مع جهات معينة كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقطاعات وأجهزة أخرى، أم أنكم تتولون عبء تنفيذ هذه المبادرة لوحدكم؟ لا طبعا، يمكن ذكرتك أنا بالأول أنه في رؤية 2030 يمكن من الأشياء الجميلة اللي جاءت فيها لموضوع اللي هو الشراكة مع الجهات الحكومية بشكل صحيح. كبير الآن الجهات الحكومية تعمل بوتيرة سريعة بشكل عالي جدا، والتنسيق مر بشكل قوي. أعطيتك مثال مثلا لجنة التيسير اللي تجتمع بشكل أسبوعي وفيها أكثر من 35 جهة حكومية. ال 35 جهة حكومية هذه قاعدة تجتمع وتحل مشاكل خلينا نقول بيئة الأعمال وتحاول تحسنها. فيما يخص المبادرة هذه أكيد طبعا فيها تواصل كبير مع وزارة العمل على أساس أنه كيف احنا نساعد في التوطين. وبالمناسبة أي مبادرة يعني لازم يكون فيها الرفع اللي هي التوظيف أو اللي هي المساهمة في التوظيف الكوادر البشرية. طبعا احنا كلنا يعني متأملين في المبادرات هذه من جانب أنها ترفع اللي هي الاقتصاد المؤشرات الاقتصاد الكلية اللي هي من ضمنها التوظيف ورفع الكوادر البشرية. فحب أطمن الجميع إن شاء الله في تواصل مباشر يعني مع جميع الجهات الحكومية ومن ضمنها وزارة. في مستهدف للمبادرة هذه؟ والله يعني حاليا على يعني موضوع تأهيل المواطنين والمواطنات في التجزئة هذا طبعا يمكن يتعلق في جانب التستر التجاري احنا نتكلم حاليا اللي نسعى له طبعا من ناحيه التوظيف واستقطاب الوظائف. حتى الان يتم دراسه الموضوع في جانب ماذا ستنتج هذه المبادره من توظيف. الان هي لا زالت في مرحله الدراسه ومرحلة ورش العمل مع الناس اللي أو مع أصحاب العلاقة فيما يخص التجزئة، وبعد كذا يبي يتم إن شاء الله معرفة العدد يعني اللي واضح في موضوع عدد الوظائف إن شاء الله. جي أنا عندي وقت قصير لكن أبغى أعرج عن نقطتين هذه لأنها مهمة حقيقة. موضوع التستر التجاري موضوع صار فيه يعني حديث كثير الفترة اللي راحت، كان لكم جهود، كان في قرارات، كان في إجراءات اتخذتوها في 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 بعض الأحيان صدرت ويعني وأعلنت للعلن. اليوم احنا امام موضوع وتحدي كبير جدا تجاه الاقتصاد الكلي، تجاه القطاعات، تجاه قطاع التجزئة كما ذكر. عندكم مبادرة هي معالجة التستر التجاري، وش الأدوات اللي تملكها اليوم منظومة التجارة والاستثمار لمعالجة التستر التجاري على اعتبار أنه هذا أمر قائم يعني ويحتاج وقت طويل جدا عشان الواحد يتحقق منه؟ بداية بس بوضح أنا أنه مشكلة التستر التجاري هذه مشكلة وطنية يعني ليست خاصة في منظومة التجارة والاستثمار، هذه تخص يعني الجهات الحكومية بشكل كبير. جميع الجهات لها علاقة في موضوع التستر التجاري. طبعا مشكلة التستر التجاري الآن في مبادرة انطلقت يعني الحمد لله على أساس تعالج موضوع التستر التجاري، بس احنا طبعا بدينا فيها في موضوع قطاع التجزئة. ليش قطاع التجزئة؟ لأنه بعد دراسة مستفيضة لقينا أنه قطاع التجزئة هو اللي يوجد فيه النسبة الأكبر من موضوع التستر التجاري يعني بشكل كبير. نسبة التستر في قطاع التجزئة تبلغ 70% حاليا، وهذا برقم رسمية. إيه هذا برقم 70% بعد دراسة للسوق. 70% من قطاع التجزئة يعتبر هذه الدراسة متى كانت؟
هذه تقريبا من سنة. هذا رقم كبير. إيه كبير، وهذا اللي نقوله إحنا، بدينا بالتستر التجاري، بدينا بقطاع التجزئة لأنه هو اللي. كم تستهدفون في 2020 إنه خفض هذه النسبة إلى كم تقريبا؟ هو يعني الهدف اللي نسعى له إن شاء الله في قطاع التجزئة أننا نخفض النسبة هذه إلى تقريبا 45%. طبعا زي ما قلنا هي فيها تضافر للجهود، عندنا جهات، هي فيها جانب اقتصادي اجتماعي امني بالضبط، حتى فيها جانب وعي، حتى من ضمن صحيح. يعني من ضمن الاشياء انه الواحد كيف انه يشتغل بنفسه ولا يخلي العماله مثلا هي اللي تقوم بالعمل، بحيث انه العماله تاخذ هي المبلغ. طبعا العماله مرحب فيهم ولكن بشكل رسمي وقانوني يخدم البلد ويخدم اقتصاد البلد، ولكن بوضع المتستر لا، غالبا المبالغ الكبيره هي رايحه لهم، والمبالغ تروح للي يقولوا الاقتصاد الاسود يعني. أيوة، وانا ما استفيد منها كاقتصاد. اسمح لي ان انتقل الى هذا الفاصل ايضا، حديثنا كان عن 2020 مبادرات منظومه التجاره والاستثمار بعد الفاصل حتى 2030. حياكم الله مجددا أعزائي المشاهدين، واصل حديثنا عن مبادرات منظومة التجارة والاستثمار حتى 2030. مبادرات منظومة التجارة والاستثمار وناقشها هنا في الاستوديو مع ضيفي الأستاذ هشام الحسون قائد مكتب تحقيق الرؤية في منظومة التجارة والاستثمار. مجددا مرحبا بك أستاذ هشام. قبل ما أنتقل حتى 2030 بسألك عن مبادرة اللي هي إنفاذ حقوق المستهلك، أحد مبادراتكم. يعني احنا اليوم نتكلم عن منظومة التجارة والاستثمار، التجارة يعني هي أحد محددات الاقتصاد الكلي، أحد مدخلاتها الأساسية هي المستهلك والأطراف، أطراف عملية البيع وأطراف عملية التجارة. ودي بس نفصل في هذه المبادرة، إيش العمل اللي تنوون تقديمه من خلال هذه المبادرة للمستهلك اليوم؟ يعني أنتم ما شاء الله خلال السنتين قدمتوا شيء، يعني نصبح على حملة ونمسي على حملة. صحيح. وش الشيء الإضافي اللي راح تقدمونه للناس؟ صحيح. اليوم صحيح. يعني أنا بس عودا على ما ذكرته أنت بالتحديد، أنا ما ودي في زحمة المبادرات ننسى العمل التشغيلي اللي قاعد أكيد. يسير بشكل يومي، الزملاء في حماية المستهلك الله يعطيهم العافية، وكالة حماية المستهلك ما قصروا في حملات رقابية بشكل يومي. الحملات الرقابية هذه برضو يعني على أكثر من مستوى، على مستوى حتى المواسم زين، يعني مثلا حج عمره، مثلا بداية العام الدراسي، رمضان، هذه كلها حملات مجدولة. وفي حملات خلينا نقول مفاجئة تصير برضو على بعض، ونشوف مثلا في السناب شات حق الوزارة هذه فيها الحملات. أيضا الزملاء برضو في هيئة المواصفات والمقاييس يساعدوننا برضو في موضوع الغش التجاري وكيف رفع جودة المنتجات وأنه ما تصير فيه منتجات مغشوشة ومقلدة. بالنسبة للقادم احنا عندنا مبادرة اسمها انفاذ حقوق المستهلك، خلال الفترة اللي راحت من المنجزات اللي صارت في المبادرة هذه اللي هو اطلقنا دليل حقوق المستهلك، ويمكن الجميع يقدر يحصل عليه من خلال زيارة موقع الوزارة، بيلقى دليل حقوق المستهلك بشكل تفاعلي، يعرف حقوقه وش الاشياء، يعني مثلا مدة الاسترجاع، كيف سياسة التغيير والاستبدال خاصة بالمنتجات. برضو حنا في هذا بهذا الموضوع برضو حنا بنرفع برضو وعي التاجر أيضا، بحيث أنه نحميه أنه ما يكون يعني يحمي حقوق المستهلك. يعني إذا 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 التاجر صار عنده توعية فعليا المستهلك إن شاء الله ما راح يتضرر بشكل كبير. صحيح. لأنه كثير من التجار مثلا بحسن نية مثلا يعني يسوي الموضوع مثلا أو المخالفة، وهو على أساس أنه ما فيها يعني مخالفة، من جانب نقص وعي. أيوة نقص وعي، هذا برضو من ضمن الأشياء اللي راح نشتغل عليها خلال الفترة اللي راحت. أيضا الجولات الرقابية هذه جولات نوعية نبي نحاول نجدد في الجولات هذه مع الزملاء في حماية المستهلك،
أيضا أنا ودي بس إذا حبيت أعطي أرقام، أنه مراقب الوزارة خلال الربع الأول من عام 2018 ضبطوا حوالي 1417 منشأة تجارية مخالفة. زي ما قلنا احنا يمكن أبرز شيء اللي هي حقوق المستهلك اللي راح تركز عليها رفع وعي المستهلك والتاجر، هذا برضو من ضمن الأشياء اللي نساعد في موضوع إنفاذ حقوق المستهلك. جي نقطة الجاية حول مبادرة الهيئة السعودية إطلاق الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهي أحد الهيئات الوليدة كما ذكرت اللي انضمت تحت منظومة التجارة والاستثمار. وش فكرة الهيئة هذه؟ إيش ممكن تخدم؟ وش راح تنعكس على منظومتكم أنتم في التجارة والاستثمار؟ صحيح، طبعا يمكن من الأشياء اللي كنا في الماضي نعاني منها عدم وجود هيئة متخصصة في موضوع الملكية الفكرية. ما ودي أنا يعني أنتقص من الجهود اللي كانت موجودة سابقا. طبعا هيئة الملكية الفكرية هي تركز على ثلاث محاور رئيسية، نتكلم على براءات الاختراع، نتكلم على حقوق المؤلف، ونتكلم على حماية العلامات التجارية. هذه تقريبا كان في جهود مميزة بصراحة عشان يعني ما ننتقص من حق الزملاء، سواء وزارة الثقافة والإعلام في حقوق المؤلف، سواء في مدينة الملك عبد العزيز العلوم التقنية فيما يخص براءات الاختراع، أو وزارة التجارة فيما يخص العلامات التجارية. الجميل في الموضوع أن الهيئة راح تجمع الثلاث خلنا نقول محاور هذه وتجمعها في هيئة واحدة، بحيث أنها تكون مسؤولة عن حماية نقول أو دعم الاقتصاد المعرفي خلينا نسميها، أيضا رفع مستوى المملكة في مؤشر الابتكار العالمي، يمكن خاصة جزئية الابتكار بشكل كبير. كثير بالمناسبة يمكن المملكة من أكثر دول المنطقة في عدد المخترعين وعدد الابتكارات، ولكن يمكن كان اللي ينقصنا حماية الابتكارات والاختراعات. وزي ما قلنا مدينة الملك عبد العزيز ما قصرت خلال الفترة اللي راحت، بس يمكن يحتاج الموضوع إلى عمل مؤسسي أكثر عن طريق هيئة مستقلة ماليا وإداريا اللي هي هيئة الملكية الفكرية. تم إطلاق هيئة الملكية الفكرية وأطلقت استراتيجية هيئة الملكية الفكرية. خلال الفترة القادمة إن شاء الله نعمل على مبادرات، يعني من ضمن مبادراتنا اللي هي إطلاق الهيئة، فأطلقت الهيئة وأطلقت استراتيجية. الآن خلال المرحلة القادمة راح نتكلم على المبادرات الخاصة في هيئة الملكية الفكرية اللي من ضمنها طبعا زي ما قلنا المحاور الخاصة في هيئة الملكية. طيب الاختراعات هذه أستاذ هشام في منظومة التجارة والاستثمار أنتم عندكم أدوات كثيرة وممكنات كثيرة، المنظومة ما شاء الله كبيرة وعندها أدوات قوية وماكنة في عدة أماكن، هل لديكم أي أفكار معينة لاستثمار هذه الاختراعات تجاريا؟ يعني من خلال اليوم العلامات التجارية والمبادرة في إيصال العلامات التجارية السعودية للخارج، هل فكرتم في استثمار هذه الاختراعات لأن تكون منتجات تجارية اليوم تتبناها منظومة التجارة والاستثمار من خلال أذرعها المختلفة، وبالتالي نشوف منتج مخترع سعودي ومنتجة سعودي ونشاط سعودي، هل هناك أي مبادرة بهالشأن؟ هو يمكن أنت يعني سؤالك جميل جدا، أنه حنا ربطنا يعني لو تلاحظ المنظومة عبارة عن سايكل أو دورة حياة خلنا نقول، لأنه أكبر شيء يشيل هم المخترع أنه أنا وشون أطلع كمنتج تجاري اليوم أبيعه. صحيح، طبعا هي زي ما نقول دورة حياة. أنا كمبتكر أو مخترع أخترع الاختراع زين، أبغى أسجل الاختراع ذا على أساس يكون ملكية فكرية لي خاص فيني، أروح لهيئة الملكية الفكرية على أساس تسجيل هذا الاختراع. بعد ما أسجل براءة الاختراع هذه راح يجي دور هيئة المنشآت الصغيرة المتوسطة على أساس إيجاد فرص وربطي مع المستثمرين من خلال منصة فرص. يمكن الزملاء في هيئة المنشآت الصغيرة يكلمونك أكثر فيها على هيئة اللي هي الفرص. أنا أربط المستثمر مع المخترع بحيث أنه يصير في بينهم تواصل، إذا المستثمر اقتنع والله بالفكرة هذه، هذا إضافة إلى أنه راح يكون في توعية للمخترعين، ويعني خلينا نقول أنه
نقول للمخترع انه ترى هذه حقوقك وهذه واجباتك ولازم المنتج حقك يكون كذا. منصه مطابقه اعمال بزنس هاب بالضبط. الماتشنج هذا مهم جدا وهو اللي يعانيه يمكن اكثر المخترعين، انه ما هو لاقي مستثمرين. يمكن بالعكس في الجهه الثانيه المستثمر يقول انا ماني لاقي مخترعين. اللي نفتقده فعليا اللي هي الهب هذا اللي تقول، اللي هو يربط المستثمرين، فهو يروح لهيئه المنشآت. أعطيك السايكل بس بشكل سريع. هيئة المنشآت بعدها تكون خلنا نقول إذا تسجل ومشت ولقى مستثمر حتكون منشأة صغيرة، بعدها عن طريق برنامج طموح اللي موجود عند هيئة المنشآت راح يكون منشأة متوسطة. خلنا نقول في برنامج ريادة الشركات الوطنية اللي يرأس معالي الوزير الدكتور ماجد، بعدها من منشآت متوسطة إلى منشآت كبيرة، وبعدها منشآت إقليمية وعالمية. جي سؤالي شلون تقيسون كل هالمبادرات؟ يعني عندكم مبادرات ضخمة يعني وكثيرة. صحيح. وجزء منها تحقق وجزء منها راح تعملون فيه 2030 باختصار. صحيح. باختصار طبعا عندنا وشم فعلا موضوع الداشبورد أو مراقبة الأداء. هذا طبعا في لايف داشبورد يقدر اي واحد يدخل، وانا ادعوكم انه تزوروننا نوريكم الداشبورد هذا. ممكن نوري حتى صور عن الداشبورد هذه لو تلاحظون. نعم. يقدر نعرف على كل مبادره وش البروجرام. اسمح لي اقاطعك بس ننتقل فاصل وارجع استكمل منك الاجابه. فاصل ونعود. حياكم الله مجددا، مواصلين حديثنا عن مبادرات منظومة التجارة والاستثمار حتى تتحقق. استكمل معكم الحديث عن مبادرات منظومة التجارة والاستثمار مع قائد مكتب تحقيق الرؤية في منظومة التجارة والاستثمار الأستاذ هشام الحسون، لكن بعد أن نتابع هذا الفيديو الأستاذ محمد البيشي مساعد رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية واللي طرح تساؤلات عدة حول مبادرات منظومة التجارة والاستثمار. نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. أكيد أنه وزارة التجارة والاستثمار تكاد تكون واحدة من أهم أعمدة رؤية 2030. إحنا نعرف أنه الاستثمار وتنويع مصادر الدخل واحد من أهم الخطوات التي تسعى لها المملكة بحلول 2030، بحيث يصبح على الأقل 50% من إيرادات المملكة غير نفطية، وهذا يتطلب تشجيع الاستثمار. وأنا أعرف أنه الوزارة من خلال الهيئة العامة للاستثمار سعت في الفترة الأخيرة إلى تسهيل القوانين الاستثمار الأجنبي، وأيضا تطوير عمليات استخراج السجل التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وهذا بحد ذاته إن شاء الله أنه ميسر لموضوع رؤية 2030. لعلنا نلخص يمكن اللي ذكره الزميل محمد البيشي حول تشجيع الاستثمار، سهولة بدء الأعمال التجارية. أستاذ هشام، تشجيع الاستثمار تحدثنا عنه قبل شوي، لكن هل في جهود أخرى ستقومون بها من خلال مبادراتكم حتى 2030 لاستقطاب استثمارات أجنبية؟ هل هناك مستهدف لعدد الشركات وأي القطاعات اللي تنوون جذب استثمارات أجنبية مباشرة لها؟ صحيح. هو طبعا في مبادره الان من ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني اللي هي تطوير الفرص الاستثماريه، وهذه يمكن من اهم المبادرات اللي تعنى بكيف احنا نطور الفرص الاستثماريه. دور الهيئه العامه للاستثمار هو تطوير الفرص الاستثماريه من خلال التواصل مع الجهات الحكوميه ومعرفه الفرص الاستثماريه في كل جهه حكوميه. وطبعا كل جهة حكومية هي اللي تعرض الفرص اللي عندها، يعني مثلا وزارات معينة تقول أنا عندي الفرص هذه موجودة، تساعد هيئة الاستثمار في تطوير الفرص وفي خلينا نقول البروموشن أو خلينا نقول جذب الاستثمارات.
الأجنبية من خلال طبعا زي ما قلنا مبادرة أخرى اللي هي استثمر في السعودية. فحنا نطور الفرص كهيئة الاستثمار وبعدها نروح للدول هذه أو نتواصل مع الدول هذه على أساس أنه نشوف كيف نجذب الاستثمارات من خلال مثلا البراند اللي موجود في هيئة الاستثمار اللي هو استثمر في السعودية، بحيث أنه يعرفون خلينا نقول المستثمرين بالفرص الاستثمارية. طبعا حنا بالمناسبة إذا قلنا مستثمر ما نقصد بس أجنبي، إحنا نقول مستثمر أجنبي ومستثمر محلي نعاملهم سواسية. فتقريبا المبادرتين ذي اللي هي استثمر في السعودية وجذب الاستثمارات تركز على الموضوع هذا. طبعا من ناحية المستهدفات إحنا الآن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقريبا 1.2% هذا في عام 2015، نسعى أنها تكون في 2030 5.7 طبعا من الناتج المحلي الإجمالي كنسبة مساهمة من الناتج المحلي الإجمالي من 1.2 في 2015 إلى 5.7 في 2030 إن شاء الله. في 2030 في تحديات واجهتكم أستاذ هشام؟ أكيد اليوم أنتم تطلقون كل هالمبادرات، يعني كيف تجاوزتوا كل هالتحديات؟ وش العقبات اللي مرتوا بها منظومة التجارة والاستثمار؟ أبرز التحديات اللي واجهتكم؟ والله شو يعني أنا يعني ما في عمل بدون تحديات بصراحة، يعني اللي يقول لك إني أنا أعمل بدون تحديات أعتقد إنه ما يعمل بصراحة. يعني التحديات اللي تواجهنا كأي تحديات يعني تواجه أي جهة حكومية، يمكن بعض الأحيان موضوع التواصل مثلا، يعني مثلا احنا نتكلم على موضوع القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، نواجه يعني موضوع من ضمن التحديات مثلا اللي هو مثلا انه كيف احنا نسرع في وتيره العمل، يعني في امور يمكن تحتاج تاخذ وقتها. احنا طبعا في التحدي اللي واجهنا نحتاج بس فقط تسريع في وتيره العمل من الجميع، وزي ما قلت مثلا زي لجنه تيسير جميعنا مشاركين فيها، وبصراحه يمكن هي غيرت نظره موضوع اللجان. يعني دائما لا قلنا لجان معناته انه في تاخير بالعمل، هي المشكله مش في اللجان، المشكله في اليه عمل اللجان. ابي كلمه قصيره منك في نصف دقيقه، يعني ما عندي وقت، تفضل. طيب انا في النهايه بس احب اشكر الجميع بصراحه. الشغل او الكلام اللي انا قلته هذا يعكس عمل الزملاء في منظومه التجاره والاستثمار بمختلف الجهات. انا حاب اشكرهم جميعا، وانا ان شاء الله اني نقلت خلينا نقول منجزاتهم. انا في النهايه احب اوجه بس رساله لل خلينا نقول الشعب السعودي العظيم واخواننا المقيمين او من الدول الصديقه والشقيقه. رؤيه 2030 هذه رؤيه وطن وليست رؤيه الجهات الحكوميه فقط، رؤيه الجميع، الجميع مشارك في هذه الرؤيه. نسعى انه الجميع، اننا سابقا لم يكن لدينا رؤيه ولم يكن عندنا توجه واضح، الان عندنا رؤيه وكلنا المفروض نسعى لهذا الهدف لتحقيق ان شاء الله رؤيه 2030. والطموح اكبر ان شاء الله. الاستاذ هشام الحسون قائد مكتب تحقيق الرؤيه في منظومه التجاره والاستثمار، شكرا جزيلا لحضورك، شكرا لتلبيه الدعوه، نتمنى لكم التوفيق في قابل الايام. الله يعطيك العافيه. شكرا فيما انتم مقبلين عليه وما ستحققونه في مبادرات منظومة التجارة والاستثمار. الشكر لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين على متابعتنا في هلا 20. غدا يتجدد اللقاء. إلى اللقاء.